اهلا بكم سيداتي وسادتي في هذا الفيديو يخص حصيله المنتخب الوطني المغربي خلال شهر يونيو، حيث اجرى لقاء في الرباط حبي ضد الحرس الاخضر قبل ان ينتقل الى جنوب افريقيا وينهزم في مباراه رسميه 2-1 امام جنوب افريقيا امس السبت. الكثير من التعاليق في المواقع الاجتماعيه استفزتني بكل صراحه، لأن لا يمكن للمرء أن ينسى بقدرة قادر كل ما أحققه الأسود هذا الموسم، خصوصا الوصول ديالهم إلى المربع الذهبي في كأس العالم، أعلى وأهم وأضخم تظاهرة كروية في المعمور، ثم انتصارهم في مباراة حبية على منتخب البرازيل أيقونة كرة القدم العالمية 2-1 في طنجة. لاعبي المنتخب الوطني المغربي وصلوا لنهاية البطولات ديالهم، كثير منهم توج باللقب ديال الدوري المحلي، 3 توجوا باللقب الأوروبي، الكثير من اللاعبين يريدون تغيير النادي، وبالتالي هما في مناقشات وفي نقاشات من مع الأندية الجديدة. الكثير من اللاعبين وصلوا متعبين بأكثر من 55 مباراة في موسم واحد. هذا الشهر ديال يونيو ما ماشي منطقي يتلعبوا فيه مباريات دولية، ماشي منطقي تكون فيه نافذة ديال الفيفا، وبالتالي كثرة التظاهرات ديال الأندية جعلت الفيفا ما يكونش عندها بزاف ديال الظروف وبزاف ديال النوافذ اللي يمكن لها تخصصها لكرة القدم ديال المنتخبات. وبالتالي شهر يونيو بالنسبة للمنتخبات الكبرى للاعبين ديالها في افريقيا كلها ما كانش في المستوى الكبير، بزاف المنتخبات انهزمت وتعادلت، لان هاد المنتخبات كلها عايشة نفس الظروف اللي عايش المنتخب الوطني المغربي، لان المنتخب الوطني المغربي الاغلبية ديال اللاعبين ديالو يشوطون في اوروبا. وبالتالي شهر يونيو مباريات افريقيا خصوصا بالنسبة للمنتخب الوطني بدون قيمة مضافة، بدون يعني مباريات ماشي رسميه، مباريات ماشي حاسمه، وبالتالي كانت الفرصه امام الناخب الوطني باش يجرب بزاف الحوايج. وتناقشنا على القضيه فيما يخص مباراه راس اخضر. بالنسبه لمباراه الامس دخل حاول يدخل بالتشكيله رغم ان 6 اللاعبين فقط حاضرين بالتشكيله الرسميه ديال المونديال، كاين 5 الغائبين كلين ذكرهم اللي هما بونو والوسط الميدان كله امرابط اوناحي و أم اللاعب، بالإضافة إلى اللاعب بوفال اللي فضل الناخب الوطني احتفظ به في كرسي الاحتياط. وبالتالي كاين 5 اللاعبين جدد اللي دخلوا البارح وسط الميدان كله، المالح ولوزا وزياش مرة أخرى كصانعي ألعاب، بالإضافة إلى أسامة الإدريسي وبوخلال والحارس منير. الحارس منير اللي دار خطأ بدائي ولكن تتوقع في كرة القدم، هذا الخطا هو اللي بدل سيناريو المباراه نهائيا وبدل كيفاش المباراه يمكن تلعب. بعد ذلك الشوط الاول ما كانش في المستوى الكبير، انه وسط الميدان ما اشتغلش لا دفاعيا لا هجوميا، وبدايه الشوط الثاني في الوقت اللي كان المنتخب الوطني المغربي باغي يمشي يبحث على التعادل تيجي خطا اخر وسط الميدان ديال التمركز وهجوم مضاد خاطف اللي كملوا جنوب افريقيا في الشباك، رغم ان مونير مره اخرى كان يمكن له يقبض داك الكره وما يخليهاش تدوز بين رجليه ويردها المهاجم الجنوب الافريقي. من بعد المنتخب الوطني المغربي سجل هدف رائع بواسطه زياش، وكان يمكن له يعادل الكفه خصوصا من طرف اللاعب الصابري في اخر دقائق المباراه. بصفه عامه قطع الغيار اللي خلات البارح لم تعطي حتى هي الكافي، بعد الاصابه ديال اللاعب المزراوي ودخول بوخلال كظهير ايسر، وهنا بزاف الناس يقول لك علاش ما عيطش على ظهير ايسر دو ميتي باش يلعب، ما يمكنلوش يعيط على عطيه الله، لان عطيه الله مشغول بنهايه البطوله مع الوداد اللي مازال لاعب اللقب، و يعني ماسينا جا، ولكن العطب ديالو ولا الاصابه ديالو جعلته ما يحضرش المباراتين معا، وبالتالي هذا المعطى ديال بوخلال ظهير ايسر اللي جربوا وليد الركاكدر اخضر نفعوا البارح، رغم ان بوخلال كظهير ايسر ما عندوش داك لي روبير نيسيسير ديال ان لاتيرال غوش. الغياب كان اضطراري، جعل زياش
يمشي يرجع اليمين وبوخلال يرجع لدرك ظهير عيسى والزياش يرجع للمكان دياله الطبيعي. بعد ذلك الناخب الوطني دخل ثلاثة اللاعبين في دقة واحدة ما عطاوش القيمة المضافة، لا شديرة اللي دخل مكان صيريف ولا تيسودا اللي دوبل به الناخب الوطني يعني المهاجم الأوسط، ما كان المهاجم الأوسط، لا الزروري اللي دخل في الأول ما كان المزراوي، وبعد ذلك دخول يعني الصابري حتى هو ما عطاش ما كان متوخى منه، وبالتالي ما يمكنناش نحكموا على هذه المباراة حكم مطلق رغم أن كنا نفضلوا ما نهزموش، ولكن الهزام ما غيرت حاجة في سبورة الترتيب. صحيح أننا ردنا ثانيين ولكن أفريقيا الجنوبية نهات التصفية ديالها والمغرب باقي له مباراة أخيرة في الرباط أمام ليبيريا اللي يمكن له في المنطقة ديال الكرة يفوز بها ويأخذ الصف الأول دياله اللي هو سامبوليك. كما كان الحال أنا ما استفزني ماشي هو المستوى اللي ظهر به المنتخب الوطني اللي كنت منتظره شوية، ماشي هما النتائج اللي كانت مخيبة للأمل كنت منتظرها شوية، ماشي هو عدم ربح النقاط في ترتيب الفيفا مع كل أسف هادشي كله تيعطي هادشي. ما استفزني هو التعليق ديال بعض الناس اللي رجعنا لذاك النقاش ديال زمان، علاش ما عيطش هذا؟ على كان خصو يعيط لهذا؟ هذا لاعب بطولة يستحق، هذا ما يستحقش، هذا ما عندوش مستوى رغم انه طلع الفريق ديالو للقسم الاول الانجليزي كاحسن هداف، هذا ما عندوش مستوى رغم انه كمل احسن هداف في سيري بي وطلع الفريق ديالو حتى هو، هذا خصو يمشي بحالو. واحد صافط لي اليوم ميساج قال لي داك لوزا ما لاعب ما والو، لوزا هو نجم فريق ايفرتون وفريق واتفورد، وبالتالي ما يمكنش تلعب في واتفورد ما كانش عندك المستوى. تزروري ما يمكنش يلعب في بيرلي ما كان عنده مستوى. شديراتي في باري فريق كبير ايطالي. صابيري بانت عليه بان ما لعبش نهايه الموسم مع صندوريا، بانت عليه. اسامه الادريسي دا البطوله مع فاينورد لكن ما عطاش داك الشيء اللي متوخى منه. ابو خلال راه دا كاس فرنسا مع تولوز وسجل اكثر من 13 هدف في الدوري الفرنسي. نصيري لعب 57 مباراة مع اشبيليا وبان عيان. زياش اللي ما لعبش بزاف مباريات مع تشيزي لعب مباراتين بجوج بدون خروج، وحكيمي حتى هو لعب المباريات كلهم. حتى سايس اللي ما لعبش منذ نهى الموسم ديالو مع بيشيكتاس قبل الاوان لان عنده مشكل مع المدرب، بانت عليه واحد شويه العيا. نايف اكرت حتى هو لعب كاس اوروبا وفاز بها. يعني بكل صراحه ما يمكنناش نواخذوا هاد اللاعبين حتى لدرجه الشك في القيمه ديالهم المضافه ولا الشك في العطاء ديالهم. خصنا نعرفوا بان هادو مباريات حبيه وخصنا نديروا نفرقوا بين المباريات الحبيه والمباريات الرسميه. انا مأكد بان في ابتداء المشروع التنبيه للمنتخب الوطني المغربي يرد اللاعبين ديالو كلهم اللي مصابين، وناحي املاح حاريت بونو، ويرد سبعه ديال اللاعبين على الاقل من المنتخب الاولمبي اللي يلعب بدايه من 24 يونيو بطوله افريقيا اللي اقل من 23 سنه باش يحاول يتاهل للعب اولمبيا في باريس في اول نظره، وبعد يحاول يفوز بهذا اللقب في المغرب. ويجينا ان شاء الله اللاعبين كلهم في شو تنبير ناضيين، اللي بدل الفرقه بدل الفرقه، اللي بغى يرتاح ارتاح، اللي توج افريقيين يتوج افريقيين. وانا مأكد بان شو تنبير في مباراه ليبيريا في المغرب، في المباراه الثانيه اللي يلعبها المغرب في اوروبا ضد منتخب افريقي، انا مأكد بان سنرى منتخبنا بحال اللي شفناه في قطر، وبعد يكون عندنا دوري دولي في كوت ديفوار مع المنتخب المحلي يعني المنظم كاس افريقيا، وتكون المباريات مفيده. لعبوا جوج مباريات اقصائيه كاس العالم كذلك سته، ويزنا لعبنا واحد جوج ديال المباريات قبل بدايه كاس افريقيا في يناير، غنكونوا عندنا الوقت الكافي باش نستعدوا باش نفوزوا بهذ كاس افريقيا 48 سنه بعد اللقب الوحيد اللي عند الخزانه ديال كره القدم الوطنيه فيما يخص المنتخبات الاولى. وبالتالي يدخلنا لهذ الامبيونس موغوز اللي كانت قبل المونديال، هذا ما ينفعوا لا بلادنا لا اللعيبيه ديالنا. وندخلوا انا بان لي بحال المغاربه تيعجبهم ملي تكون القضيه ما مشياش، لان خاصهم يسبوا وينتقدوا اكثر من ما خاصهم ينشطوا. ما ننساوش بان المنتخب الوطني نشطنا عيشنا في الحلم، تنشكروه بزاف على الموسم اللي عطانا، تنشكروه بزاف وبزاف،
وانا مأكد بان الروح ستعود وبان اللاعبين سيعودون الى توهجهم، وانا مأكد بان المنتخب الوطني المغربي يلعب كاس افريقيا بمستوى عالي وعالي جدا، ما عنديش الشك. بقى الدور على الجمهور باش يحاول يريزيرفي من لابا كوت ديفوار باش يكونوا 30 40 الف في كوت ديفوار بحال اللي كنا في قطر، والله هو المكمل. والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.